بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف مخلوقات وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حنا في واحد الوقفة ديال الكرامة، واحد الوقفة اللي كنقولوا فيها أو كنعبروا فيها وكنرسلوا رسالة لواحد الإعلام الجزائري فاسد، واحد الإعلام جزائري مفلس وبائس، واللي حاول أنه يمس بالوحدة الترابية ديالنا وحاول يمس بالكرامة ديال ملكنا والمقدسات ديالنا. نقول له نحن بالمرصاد لكل من سولت له نفسه المساس بوحدتنا أو بمقدساتنا، ونقول له نحن جنود مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وسنبقى كذلك، لأنه أظن بأن جميع المناورات ديال المرتزقة وجميع مناورات موالي العسكر بالجزائر باءت بالفشل، وهذه الانتصارات ديال الدبلوماسية المغربية برئاسة أو بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وصلتهم لأنه البوصلة ديالهم تلفات، وأنه وصلوا أنهم يحاولوا ما أمكن أنه يمسوا الكرامة ديالنا أو يمسوا الوحدة ديالنا. مرة أخرى عاش الملك، ونحن جنود مجندين وراءه في هذا المكان، كما جنود وحدة أخرين راهم حاضرين الحدود ديالنا، احنا كذلك احنا هنا رأنا الإشارة لكل من سولت له المس بوحدة التراب الوطني أو بوحدة أو بمقدستنا الوطنية. عاش الملك تحت شعارنا الخالد، الله الوطن الملك. السلام عليكم. مجدة سراج الكاتبة المحلية فرع المارينيين زواغة مولاي يعقوب. حنا هاد الوقفة دايرينها اليوم تضامنا مع الملك سيدنا اللي يطول لنا في عمره والله ينصره، وحنا فرحانين بهذا اليوم هذا. حنا بالنسبة لنا هذا اليوم بمثابة عرس عندنا، لأن حنا بالنسبة للملك محمد السادس كيبقى خط أحمر، وما كاينش اللي يقدر يدير يتدخل ما بين الشعب والملك ديالو، وهذا الشيء ما نقدر نقول. وعاش الملك والله ينصر سيدنا، وعاش الشعب المغربي والملك والشعب ديالو كيبقاو ديما في ملحمه وحده. وعاش سيدنا تبارك الله عليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم الاخت حياه فاعله جمعويه بمدينه فاس. اليوم كنتواجدوا بهذه الخرجه النضاليه الدفاع عن حقوقنا الصحراويه. احنا من اجل ملكنا، دائما مع ملكنا، الله يخلي لنا ملكنا، كنحبوه وتنعشقوه. الملك ديالنا اللي واقف معنا دائما في السراء والضراء. كنبغي نوصل واحد الرساله للتنظيم الجزائري وليس الشعب الجزائري، التنظيم العسكري اللي لمس الشرف ديال المغرب من نهار المنبر. تنبغي نوجه له واحد الرساله، احنا لا نهتم ولا نهتم بنباحهم، فنحن دائما صامدون وراء صاحب الجلاله، صاحب الجلاله اللي كنعشقوه وكنحبوه الحمد لله، وسنبقى دائما وراءه. والصحراء مغربيه وستبقى مغربيه، احب من احب وكره من كره. تحياتي للجميع، ومن هذا المنبر تنبغي نوجه تحيه نضاليه عاليه لاتحاد العام شغالين بفاس تحت رئاسه السيد ادريس ابو الهاد على هذه الوقفه الشامخه التي احتج اليها الكثير من سكان مدينه فاس. تنتمنى ان الميساج يكون واصل للتنظيم العسكري، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخير محمد، عضو في المكتب الوطني للمدربين القاعات الرياضيه، وكذلك امين المال جهه فاس مكناس، ونائب الاقليمي للمدربين، والكاتب المحلي لمقاطعه المارينيين للمدربين الرياضيين تحت اشراف السيد ادريس ابو الهاد. النقابه الوطنيه تنظم هذه الوقفه تضامنيه مع سيدنا الله ينصره، ردا على الهلواسه ديال بعض الصحفيين المرتزقه تابعين لمؤسسه النظام العسكري اللي تندو به، لان عارفين حنا الشعب الجزائري خوتنا وحبابنا وتصرفنا بهم روابط عائليه وجيران ديالنا كذلك، ولكن المؤسسات تتحمل المسؤوليه في هذا الخرق اللي ما مربيش هذا الاسلوب. لا كيفاش نوصفه لكم، لانه هو تعبير لا اخلاقي باش يوصلوا لسيدنا الله ينصره الملك محمد السادس نصره الله، لانه هو قائد البلاد واب ديال كل المغاربه. وتندو نشجبوا هذا التصرف ديال هذه المؤسسات الغير مسؤوله، لانه كان عندها حس المسؤوليه ما توصلش لهذا المستوى ديال الانبطاح
وكذلك سندعموا الصديق ديالنا الاستاذ محمد العزيزي مدرب الديار الجزائريه اللي رفع دعوه على هذه الجريده. الدعم ديالنا والمؤازره للسكان مدينه فاس والمغرب كاملين هذا الاستاذ اللي تجرأ ورفع الصوت ديالو داخل الجزائر ورفع دعوه للمتابعه قضائيه لهذه الجريده الشروق، لان لا ماشي اسلوب حضاري باش يشوهوا السمعه ديال المغرب ولا ديال رائد البلاد. حنا الملك محمد السادس ديالنا اب ديالنا بالدرجه الاولى وملك ديالنا وامير المؤمنين، احب من احب وكره من كريه، وعاش الملك محمد السادس نصره الله. تحيه نضاليه من مدينه فاس. السلام عليكم، باسمي وباسم ساكنه فاس حنا كنستنكروا هاد الافعال الشنيعه اللي دارتها قناه الغروب، ما غنسميوهاش قناه الشروق. حنا ديما مور سيدنا والله ينصر سيدنا والملك محمد السادس خط احمر بالنسبه للمغاربه كاملين، وكان الله يهديهم الجيران ديالنا الله يهديهم، ما عندهمش فين يوصلونا الحمد لله. لهلا خطى علينا ملكنا وعاش محمد السادس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.